حزمة من الإجراءات الأمنية ستسري هنا وسط مدينة تعز تهدف إلى تطبيع الأمن في الأحياء المحررة. تتضمن هذه الإجراءات نشر نقاط أمنية للحد من الاختلالات التي تحدث من وقت إلى آخر، كان آخرها حادثة اغتيال 4 من أفراد الجيش الوطني على يد مجهولين، كما سبقها مواجهات بين بعض الجماعات المسلحة تسببت بهلع لدى المواطنين. قامت اللجنة العليا الأمنية بتشكيل الحملة الأمنية، وإن شاء الله الحملة الأمنية ماشية عبر خطة مزمنة ومحددة مكانيا وزمانيا للانتشار الأمني حول مدينة تعز كامل. يتطلب تعزيز الأمن دورا كبيرا ليس فقط على منتسبو والقوات المسلحة، بل بمشاركة أبناء المجتمع الذين أبدوا تفاؤلا وتفاعلا كبيرين بهذه الخطوة. بالنسبة للحملة الأمنية التي بدأت أمس، كان يفترض بها أن تبدأ في وقت مبكر قبل انتشار الجريمة وقبل انتشار الرعب في أوساط المواطنين، ومع ذلك جاءت متأخرة، لكن خير من ألا تأتي. نحن نطالب الحكومة الشرعية بدعم أجهزة الأمن في محافظة تعز للقيام بالقبض على المجرمين والمسببين في اختلال الأمن. حظر الدراجات النارية واحدة من خطة الانتشار الأمني التي تبدأ من 7 مساء وحتى 7 صباحا، وهو ما لقي استحسانا لدى بعضهم. يعني الحملة تمام حكومية، لأنه الاغتيالات وكثر كل شيء، يعني الأمن، يعني الحملة أمس أصبحت حلوة جدا، يعني بعد الساعة 8:30 يعني ما عرفش مترات، والحمد لله والأمن والنقاط كل شيء تمام. أنتجت حرب الميليشيات اختلالات أمنية ووضع غير مستقر دفع مقابله المواطنين من حياتهم الكثير في ظل غياب دور الأجهزة الأمنية. فهل ستضع حزمة الإجراءات الأمنية للقوات المسلحة حدا لها؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.